تعاني كثير من الفتيات أو حتى الشبان من مشكلة تساقط الشعر وعدم الحيوية، فالأسباب كثيرة، لكن في معظم الحالات يمكن الحصول على شعر صحي حيوي وبراق فقط من خلال تغيير النظام الغذائي. التفاصيل في فقرة غذاؤك حياتك مع الزميلة منى عواد. تحاول المرأة الحفاظ على صحة شعرها باعتباره رمزا لجمالها، لذا فهي تسعى جاهدة لتحافظ عليه جميلا ولامعا بشتى الطرق والوسائل. ولعل من أكثر ما يرعب النساء هو رؤية الشعر المتساقط على الوسادة في الصباح أو أثناء تسريحه. ويعود تساقط الشعر لأسباب كثيرة، بعضها مرضية وبعضها كما أظهرت الدراسات أنه بسبب سوء التغذية. فالغذاء عامل مهم لنمو الشعر، وعدم تناول بعض الأنواع الغذائية المهمة لنمو الشعر مثل البروتين والحديد والزنك وبعض الفيتامينات الأخرى قد يؤدي إلى تساقط الشعر. لمعرفة ما علاقة الغذاء بصحة الشعر وما الأغذية التي ينصح بتناولها للحفاظ على صحته، توجهنا إلى أخصائية التغذية سوزان بوعز الدين، نتابع ماذا قالت. أكيد الأكل له علاقة كتير كبيرة بصحة الشعر ولمعانه وبسقوط الشعر. هلا أطول نحن بنسمع انه الناس اللي عم يعملوا دايت كثير صعبه، اول شيء بيعانوا من تساقط الشعر او بينكسروا ضفيرهم بطريقه كثير سريعه، هذا لانه هن ما بيكونوا عم بيحصلوا على العناصر الغذائيه الضروريه، فسوء التغذيه له كثير علاقه مباشره ووثيقه جدا بتساقط الشعر. نحن لما نحكي عن تساقط الشعر بهمنا اربع نقاط يلي هن البروتين، الحديد والزنك والبي فيتامينز، يعني عائلة الفيتامينز بي. فإذا كان عندنا نقص بأي شيء من هول الأربعة هذا إجمالا رح يعملنا تساقط الشعر، لأنه قد ما نستعمل نحن كريمات ما بكفي، لازم نغذي الشعر من البصيلة من جوا. فإذا بدي أحكي عن الأكلات المفيدة لصحة الشعر ممكن نبلش بالبروتينات، مثل ما قلنا البروتين الحيواني، الأسماك، السلمون والحبوب والبقوليات، ممكن نزيد عليهم أكيد الذرة كتير بتعطي لمعان للشعر وفيها فيتامينات كتير مهمة. ممكن نحكي عن الأوراق الخضراء مثل السبانغ والبروكولي وكل الأشياء الغنية بالحديد. ممكن نحكي كمان عن الجوز واللوز، هو الغنية كتير بالأوميجا 3 وبالتالي هن منيح لصحة الشعر ولمعانه. وكمان ما ننسى أبداً عنصر كتير مهم يلي هو المي، مهم على طول نحن نضلنا هايدريتد، نشرب مي، لأنه إذا كتير خفت كمية المي اللي منشربها هذا شيء بيعمل جفاف وأكيد بينعكس على بصيلة الشعر. فكمان هيك ننتبه لغذائنا وناخد كل العناصر الغذائية. إذن للغذاء دور مهم في الحفاظ على حيوية وصحة الشعر. وخلاصة القول، العصا السحرية التي تبحثين عنها لوقف تساقط الشعر موجودة بمطبخك.